التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، موجها بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة. بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يوما إضافيا حتى الجمعة، فيما كانت هدنة من 6 أيام شرفت على الانتهاء. يأتي هذا في الوقت الذي أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنجاحها في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 محتجزا في غزة. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إطلاق سراح 30 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية في سادس عملية إفراج من نوعها بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تل أبيب في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي. ومن المقرر أن يلتقي بلينكين عددا من المسؤولين الإسرائيليين، في مقدمتهم الرئيس إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما سيتوجه الوزير الأمريكي إلى الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عفر العسكري في بلدة بيتونيا غرب رام الله. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن عفر العسكري في بلدة بيتونيا وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدا وجوديا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوضح المالكي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، خاصة بعد تدمير مقرات الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات، مشددا على ضرورة التحرك الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي في غزة يعاني من شلل بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إنه لا يزال 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة يعمل بكامل طاقته، مشيرا إلى أن هذه المستشفيات مكتظة بالكامل. وأضاف أدهانوم أنه في شمال غزة لا تزال 3 مستشفيات فقط من أصل 25 تعمل، أنه تم تقليص الرعاية هناك إلى أدنى مستوى. بدأت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في هذا العام كوب 28 في دبي، وتستمر أعمال المؤتمر حتى 12 من ديسمبر القادم، وهو 28 لزعماء العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري منذ انعقاد مؤتمر الأطراف الأول في عام 1995 في العاصمة الألمانية برلين. توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر 100 عام حسب ما أفادت المؤسسة الاستشارية التابعة للدبلوماسي الراحل في بيانها. وكان كيسنجر وزيرا للخارجية في عهدي الرئيسين نيكسون وفورد، وأدى دورا دبلوماسيا محوريا في وقف إطلاق النار خلال حرب أكتوبر عام 1973.